الموقر. السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، ندعو الفاضل الدكتور مسلم بن سعيد العريمي لإلقاء الكلمة الترحيبية للمركز الوطني للصحة الوراثية بمناسبة حفل تدشين البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل العلم دليل المعبود ومفتاح كل قلب مسدود، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الدكتور أحمد محمد سعيد وزير الصحة الموقر راعي الحفل، الأفاضل مدراء عموم مديريات عامة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بمعاليكم وبحضور الكريم في رحاب المركز الوطني للصحة الوراثية، والذي يعد تتويج لجهود متنامية بذلتها وزارة الصحة على مدى العقود الماضية في مجال تنمية ورعاية خدمات الصحة الوراثية. نحتفل اليوم بتدشين البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي للكادر الطبي، والذي نشرف فيه بحضور معاليكم كما عودنا شخصكم الكريم التشجيع والدعم المستمر لكل ما هو مثمر ومستدام التنمية لصالح الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المقيم على هذه الأرض الطيبة، والذي يعد باكورة الأنشطة التعليمية والأكاديمية فيما بعد التخرج، والتي يعنى بها قسم التعليم والإرشاد الوراثي بالمركز، والتي إن شاء الله ستتلوها خطوات أخرى في ذات المجال تحقق ذات الأهداف. مع الدكتور المقر راعي الحفل، الأخوة والأخوات، أيها الحضور الكريم، يعد الإرشاد الوراثي فرعاً هاماً من فروع علم الوراثة الإكلينيكية، يتم من خلاله تقديم الحقائق العلمية بدون التأثير في اتخاذ القرار الخاص بأي مرض وراثي، وهو عملية متسلسلة ومستمرة يهدف بهدف التأهيل السيكولوجي للأسرة والمريض حتى يكون باستطاعتهم التأقلم والتعايش مع المرض الوراثي، وذلك من خلال منظومة متكاملة وخاصة على بكل مجتمع على حدة يأخذ بعين الاعتبار المعايير الأخلاقية والقيم الدينية والمبادئ والعراف الخاصة بذلك المجتمع. إن البرنامج التعليمي المتكامل للإرشاد الوراثي مؤسس على طريقة التعليم من خلال الأداء الوظيفي أو ما يعرف بالأون جوب تريننج، ويحوي البرنامج 9 وحدات دراسية مقسمة ضمن عناوين محددة حددتها احتياجاتنا في مجال الصحة الوراثية. تقدم كل وحدة دراسية خلال 3 أيام موزعة بين التلقي النظري والتجربة الإكلينيكية والإطلاع على التقنيات المخبرية التشخيصية. ومثال على ذلك وحدة دراسية خاصة بأساسيات علم الإرشاد الوراثي، ووحدة دراسية أخرى خاصة بمتلازمة داون، ووحدة دراسية أخرى خاصة بأمراض الدم الوراثية والأمراض السرطانية ذات المسبب الوراثي وأمراض القلب ذات المسبب الوراثي وهكذا. معالي الدكتور أحمد محمد سعيد وزير الصحة الموقر، السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد تم عمل مقابلات مكثفة شملت مرشحين من جميع المحافظات لاختيار أفضل الكوادر للتسجيل في هذا البرنامج، وتم اختيار 10 مرشحين، مترشح واحد من كل محافظة من بين المتقدمين ليشكلوا أول دفعة مؤهلة للخدمة كمرشدين وراثيين بعد إنهاء متطلبات البرنامج. لقد تم عرض البرنامج على جهات دولية محكمة ومتخصصة بذات المجال، منها الجمعية الأوروبية للإرشاد الوراثي متمثلة في بعض الأعضاء المؤسسين، وكذلك عرض على متخصصين بذات المجال من المملكة المتحدة ومن قسم الإرشاد الوراثي بجامعة طرابلس، للاستفادة من تجاربهم في إعداد وتأهيل مرشدين وراثيين للحصول على الرأي والمشورة، وقد حاز على إعجابهم بفضل الله جميعا، وضمنوا بعض النصائح المهمة التي احتواها البرنامج للتطوير وتقويته. كما أبدو رغبتهم معاليك في المشاركة في تنفيذ بعض أجزائه إذا تم الاحتياج لذلك، وذلك الوضع الأسس الصحيحة للانطلاقة الناجحة تحقق الأهداف المرجوة وتخلق قاعدة تعليمية مستمرة ذات جودة منتجة تخضع للتحديث المستمر والتقييم الفاعل. تشكل هذه النشطة التعليمية خطوات طموحة في مسار الارتقاء بالعملية التعليمية في مجال الصحة الوراثية، والتي تشكل ركنا أساسيا هاما فيما يعرف بخدمة الصحة الوراثية. فمنها على سبيل المثال البرنامج التعليمي الذي نحن بصدد تشكيله اليوم، وسيتلوه بإذن الله البرنامج التعليمي المعد لأسس علم الوراثة العامة وعلوم الوراثة التطبيقية للأطباء العاملين في مجال الصحة ذات العلاقة، وكذلك الأطباء الجدد الملتحقين بالعمل في وزارة الصحة العمانية، والذي نعتزم تفعيله بمعية دعمكم ومساندتكم لنا معالي ضمن إطار الخطة الخمسية التاسعة لوزارة الصحة في مطلع العام 2017.
يأتي ذلك عبر برنامج ومنهج منفصل يلبي احتياجاتنا الملحة ويتواءم كذلك مع الإمكانيات المتاحة بعد استيفاء الشروط الأكاديمية وتوفر الإمكانيات اللوجستية المطلوبة لتحقيق الأهداف المرتجعة. مع الدكتور الموقر راعي الحفل، أيها الأخوة والأخوات، منذ تدشين العمل بالمركز الوطني للصحة الوراثية وبتوجيهات معاليكم المشجعة، أخذ العاملون بالمركز من الكادر الطبي وخبراء المختبرات على عاتقهم مسؤولية التفاني والاجتهاد والإبداع للارتقاء بمستوى خدمات الصحة الوراثية المقدمة في كافة جوانبها، اعتزازاً بالثقة الجليلة التي منحتموها معاليكم لموظفي المركز، وإدراكاً لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكذلك بالدعم المتواصل من قبل الفاضل الدكتور قاسم بن حج كامل مدير عام المستشفى السلطاني، والتشجيع والاهتمام المستمر من قبل الدكتور أمير رجب مديرة المركز لكل العاملين بالمركز. وختاماً، يطيب لي وباسم العاملين بالمركز الوطني للصحة الوراثية أن أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لمعالي الدكتور أحمد محمد السعيدي وزير الصحة الموقر لتفضله برعاية الحفل. معاليكم إن بين أيدينا طموحات عدة حول الأداء الأمثل للمركز، وأمال تصبو نحو القيام بمزيد من الدعم بإيجابية النحو من أجل أداء المهمة المنوطة به. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بفضل منه ومنه لما هو خير وأبقى لخدمة هذا الوطن العزيز تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.